قبل ما نبدأ أخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهاردة، خلونا نروح لهالة ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس والمرور في القاهرة والمحافظات. صباح الخير عليك يا هالة. صباح الفل يا شاذلي، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. طبعا هو خلاص دلوقتي يعني من الساعة 7 بتبدأ الناس تنزل، فبيبدأ يبقى فيه شوية مناطق فيها زحام وفي مناطق تانية فيها سيولة مرورية. العموم هنستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا بنبدأ بالقاهرة تحديدا شارع رمسيس اللي بيشهد حاليا كثافات مرورية متوسطة مكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية. هنروح عند كوبري الجلاء، هناك هنلاقي فيه سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية هتبدأ تختفي وإحنا داخلين على طريق المطار. عند كوبري الحدايق للي جاي من الزاوية ومتجه للفنجري، نفس الأمر على كوبري المطارية للقادم من الكابلات. نفق الأزهر بيشهد فيه حركة المرور انتظام للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا، والعكس كما ظهر انتظام كمان لحركة المرور بالسطح الأرضي وشارع رمسيس وصولاً لغمرة والعباسية ومطالع ومنازل كوبري أكتوبر وصولاً لأحمد سعيد. بيشهد طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادي والمقطم سيولة مرورية نسبية، كذلك الأمر انتظمت حركة المرور للمتجه لمنطقة الجبلين وصولاً ل 15 مايو وسيولة مرورية للمتجه إلى شارع عباس العقاد. كمان بعض الكثافات ظهرت أعلى كوبري الحدايق القادم من الزاوية ومتجه للفنجري، وظهرت بعض الكثافات أعلى مطلع كوبري السيدة عائشة للقادم من مجرى العيون ومتجه للقلعة وسط المدينة. في الجيزة خلونا نستعرض هناك الحالة المرورية. شارع فيصل بيشهد حاليا كثافات مرورية، وفي شارع الهرم الرئيسي بيشهد أيضا تباطؤ في حركة السيارات، وظهرت بعض الكثافات في منطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين والحد الطلبية وكثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين. طريق المحور بيشهد كثافات بسيطة قبل محور ميدان لبنان، أما المتجه إلى كوبري إلى أكتوبر ففي سيولة مرورية عند شارع السودان أمام محطة مترو الجامعة، ظهرت كثافات مرتفعة للقادم من كوبري فيصل إلى مناطق الدقي، ظهرت كمان كثافات متحركة بمحور صفت اللبن للمتجه من الدائري وصولا إلى شارع السودان. يفضل التوجه لعرابي وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدنية. خلونا بقى نروح لمحافظة أسيوط قدام مستشفى الجامعة، هناك في سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما نوصل هناك هنلاقي إن في بعض الكثافات المرورية اللي بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتقل بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. هناك سيولة مرورية على الطريق الصحراوي الشرقي للقادم وللي خارج من محافظة أسيوط. معظم الطرق الرئيسية بأسيوط فيها سيولة مرورية، أما الشوارع الداخلية ففيها بعض الكثافات المعتادة. هنكمل جولتنا ونروح للإسماعيلية. لو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة وهناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هناك سيولة مرورية كبيرة كملة لحد بداية شارع 6، طريق الإسماعيلية الصحراوي بيشهد سيولة مرورية القادم للمحافظة من القاهرة أو عبر الدائري الإقليمي، ولكن طريق الزراعي فيه بعض الكثافات المعتادة في مثل هذا التوقيت. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، وهنستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وفي شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. في فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22، وأعلى درجة حرارة هتكون في شلاتين 30، وأقل درجة حرارة في كاترين 16 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.